معرض الكتاب يعتبر من أهم الأنشطة صحيح الثقافية بسوريا، وخاصة أنه يعتبر داعم أساسي للثقافة، وعلى جدوله مجموعة كبيرة من الفعاليات يلي ما بتنحصر بالكتب. المؤسسة العامة للسينما مشاركة بهذا صحيح المعرض ميسان، سالي. أكيد، ومشاركتها تأتي من خلال عروض سينمائية أيضا لأفلام وروايات مأخوذة أكيد عالمية. لنضيء أكثر عن هذا الموضوع على هذا الجانب، بصرنا نرحب بالأستاذ الصحفي وزميل نضال قوشحة. يسعد صباحك. صباح يسعد الخير، أهلا صباح وسهلا الخير وجميع اللي عم يشوفونا. أستاذ نضال، دائما وقت بنحكي عن الرواية والكتب، دائما الرواية لها دور بالسينما كتير مهم. من هذا المنطلق يمكن أقيمت العروض السينمائية بمكتبة الأسد مرافقة لمعرض الكتاب. شو هي أبرز العروض يلي كانت موجودة، وفعلا هي إلى أي حد كانت عروض منتقات بشكل معين؟ صحيح، طبعا الرواية هي طبعا جنس أدبي عمره أكثر من 100 سنة، موجود على صعيد العالم عدد من المئات تقريبا. السينما اجت بعدها بالطبع، بس السينما كانت الرواية بالنسبة للسينما منجم كبير جدا ومرتكز، طبعا مرتكز أساسي جدا، لأنه بالنهاية هي قص مرئي. يعني الرواية هي شيء مكتوب، السينما هو نقل هذا المكتوب إلى معادل بصري محدد. وعلى الصعيد العالمي في أمثلة بالعشرات ممكن طرحها في هذا المجال، روايات عظيمة مثل المقامر، مثل الحرب والسلم لتولستوي، روايات عربية، ولعله أشهر اسم بهذا الإطار بيكون الأديب الكبير نجيب محفوظ يلي، وأحسان عبد القدوس طبعا، يلي معظم روايات الأديبين الكبار صاروا مشاريع سينمائية. في سوريا عنا اسم لامع جدا من الناحية الأدبية، نقلت أو الروائية نقلت رواياته إلى السينما، وهو الأستاذ حنا مينا. نعم، رحمة الله عليه. فالسينما بنجي على موضوعنا اليوم، مهرجان أو معرض الكتاب. دأبت الحقيقة وزارة الثقافة إدارة المعرض أنه يكون في أنشطة موازية. أنا أفضل استخدام كلمة موازية وليست على الهامش. ليش على الهامش؟ في قلب الحدث، إنما موازية. منها العروض السينمائية. طبعا بما أنه نحن عم نحكي عن معرض وموضوعنا هو الكتاب، فاخترنا مجموعة أفلام سينمائية ترتكز مثل ما تفضلتي إلى روايات. ففي مثلا على الصعيدين العالمي والعربي، مثلا الفيلم الشهير ذهب مع الريح تبع مارغريت ميتشيل، وهو رواية وصار فيلم لاحقا، وهو من أهم وأشهر الأفلام العالمية حاليا، موجود. وإضافة إلى كذا خيار من السينما السورية، يعني موجود. تماما، بوابة الجنة الذي هو مأخوذ عن رواية كمان الأستاذ حسن سامي يوسف والمخرج ماهر كدو، ومجموعة أفلام. من يومين تم عرض فيلم دمشق حلب، وهو أحدث ما قدمه إخراجيا المخرج باسل الخطيب بمشاركة أستاذنا وفناننا الكبير دوريد لحام، وعقدت ندوة في قاعة العرض. ويعني الإعلام تحدث خلال يومين اللي فاتوا عن هذا الفيلم وهذه الندوة، كيف كان التفاعل وكيف استقطبت عدد كبير. وأنا فعلا كنت في هذه الندوة، يعني من الندوات القليلة اللي شفت أنه حجم الحضور يلي شاف الفيلم واستمر بحضور الندوة إلى آخرها، كان شيء جميل حقيقة، بيطمن أنه في شريحة جيدة متابعة ويعني تفكر بالعقل، مو انه جاي تعمل تسلية بس، جاي تشوف فيلم تفهم تفاصيله وتناقش بأحداثه. وهذا الشيء كتير نحن بيأكد على ضرورة وجود السينما في فعاليات غير السينمائيه، سواء بالكتاب او بالتشكيل او تمام. يمكن كان بحضور المخرج الخطيب وكندا حنا دمشق حلب، يمكن نوجه لهم تحيه، واكيد للفنان القدير دوريد لحام. كان في حضرتك حسيت انه حدا جاي مو بس ليحضر فيلم، تماماً، ليشوف تفاصيل بهذا الفيلم، ليشوف شيء ملامس حياتنا وواقعنا، وخاصه ما مر على دمشق حلب ما نو بالشيء القليل. بالتأكيد، يعني من العينات أو الأسماء اللي تشرفنا بأنه سمعنا كلامهم، مثلا كان حدا دكتور مهندس، هو ما مشغلته يقدم نقد فني، بس هو قام قال انطباعاته عن الفيلم والندوة.
في حدا مقاتل عرف نفسه مقاتل، في حدا محاسب تجاري، في حدا يعني جايين يشوفوا ويحكوا ويدردشوا بأشياء بتعنيهم كوطن، بتعنيهم كناس سوريين موجودين بهذا البلد. ناس متابعة على السينما، تعشق السينما بغض النظر عن عملها شو بيكون هي، ومن خلال متابعتها بصير عندها قدرة على الملاحظة ويمكن أحيانا قدرة على النقد، لو كان هذا النقد بيكون شخصي، لكن هني عندهم صار زخم معين من المشاهدات بتساعدهم. أنستي، كل سينما أو كل منتج إبداعي سواء سينما أم تشكيل أم رواية، المبدع الأساسي يهتم بالرصيد الجماهيري لما يبدعه، يعني بالتالي إذا شاف هو أو عامل فيلم سينما أو لوحة تشكيلية أو قصيدة شعر وما حدا سمعه سيصاب بانتكاسة نفسية هذا المبدع، لذلك الجمهور هو الرصيد الأكبر. وكثير كانوا يقولوها كبير من السينمائيين أو كثير من السينمائيين على المستوى العالمي، المعيار الجماهيري هو الأهم، مع احترامنا الهائل طبعا. نحن لا نقول بانه مشان نعمل جمهور على مبدا الجمهور عاوز كده استسهل الامر وحط حط العكس، الجمهور صعب ما انه سهل، يعني الجمهور ارضائه مو شيء سهل اولا، والجمهور متذوق فبده شيء مميز، يعني ما بده شيء. انا هلا قلت من شوي دكتور مهندس احدهم، يعني شهاده عليا تماما وشهاده علميه في الهندسه، هندسه الكهربائيه دكتور، وحضرنا حدا محاسب في طالب بكالوريا هذه السنة، أخذ بكالوريا يعني عمره 17 سنة، يحضر جميع أفلام أديب على ما أذكر اسمه، يحضر جميع أفلام مؤسسة العامة للسينما، بيعرف يميز بين سينما باسل الخطيب وعبد اللطيف عبد الحميد وجود سعيد وقبل دريد لحام وإلى آخره، حدا يريد أن يشاهد سينما. وهذا الشيء نحن الحقيقة كمؤسسة عامة للسينما بيحملنا الحقيقة مسؤولية كبيرة، ونحن لدينا من الإمكانيات ما يجعلنا قادرين على تحقيقها، بالتعاون طبعا مع فسيفساء المجتمع السوري. نعم. وجودنا بهيك مكان مهم جدا للمعرض وللسينما، يجب إعادة الطقس الحضور السينمائي الجميل، للأسف نحن من عشرات السنين افتقدنا نتيجة يعني ظروف عديدة هلأ لا مجال لذكرها، لكن أنا بقول إنه الفعاليات اللي عم تصير تعود رويدا رويدا، ليس كما الطموح لكن في كل إيجابي، يعني في كل تماما مشروع نخطو خطوة باتجاه الأصح. نعم أستاذ نضال، خلينا نبقى بأجواء السينما لنحكي أكثر. خلال فترة الحرب اللي مرت على سوريا شفنا عروض قوية لأفلام سينمائية، يمكن دائما بيقولوا على شاشاتنا على التلفزيون إنه السينما ما ناخذ حقها، طبعا نظرا لعدة أمور من المادية والإمكانيات اللي المتاحة. خلينا نحكي عن واقع السينما، كيف عم نشوف واقع السينما خلال فترة الحرب وهلأ ما بعد الحرب؟ هلأ هاد كتير كبير السؤال، يحتاج إلى ندوات، بس كتير رح أختصر. وضع السينما السورية خلال 100 وشوي من عمر السينما في سوريا، اللي بلشت بالعروض السينمائية ثم الإنتاج السينمائي، في خطوات جيدة وفي خطوات متعثرة. في شيء مهم بس صار ملمح سينمائي كتير مهم، انه ابتداء من سنة 2011 كان سوريا تنتج ما قبل بمعدل فيلم بالسنة واحيانا فيلم ونص، يعني كل 3 سنين فيلمين. ابتداء من 2011 صارت تنتج 4 إلى 5 أفلام سنويا، وهذا شيء غريب انه بسنوات الأزمة تضاعف الإنتاج تقريباً 400%، هذا على صعيد الأفلام الروائية الطويلة وكذلك القصيرة. طبعاً لا شك أنه الظرف كان محفز أنه ينشغل بهذا الإطار. هل وصلنا إلى مبلغ الطموح؟ بالتأكيد لا. أنا من هذه اللحظة ومن هذا المنبر أطمح إلى ضرورة إلى تحفيز شركائنا في القطاع الخاص أنه ما يعتمدوا فقط على الإنتاج المؤسسة العامة السينما القطاع الحكومي، يعني نحن قادرين وعم ننتج وعم نعمل أفلام، لكن ضروري جداً القطاع الخاص هو الجناح الآخر أن ينهض. ضروري جداً، نحن هلأ عنا 4 أفلام بالسنة، كتير مهم أنه يعملوا هني 4 و5، بصير عنا 10 إلى 12 فيلم بالسنة، بصير عنا موسم سينمائي موازي للموسم التلفزيوني يلي حسننا نعمل فيه أحياناً
30 40 نقدر نصدر سينما يعني عمان. لانه هذا الشيء كمان ودليل مهم. على ذلك انا ما راح اقول اسم يعني فيلم محدد مشان ما يقولوا عم عامل دعايه له، بس في فيلم قطاع خاص سوري من فتره انتج وبامكانات بسيطه وحقق بسوريا جماهيريه طيبه جدا، وهنئ اصحاب هذا المشروع واطالبهم بالمزيد، واتمنى على القطاع الخاص ان يستنهض الهمه في داخله لإيجاد السينما الخاصة اللي رح تكون رديفة ومكملة، مش رديفة فقط، مكملة للسينما الحكومية. ربما هذا بيجاوبك أو بيجاوب على جزء من السؤال بشكل فضفاض جدا، لأنه الحقيقة بدنا ندخل بتفاصيل إلى علاقة بأنه ما عندنا صالات سينمائية كافية بسوريا. وهذا واقع بهذا الشيء. أنه ما عندنا صالات، نحن عندنا 4-5 صالات في دمشق، وهذا الشيء ابدا ما بيصير. احنا اقدم عاصمه مأهوله في التاريخ يفترض. نعم. فيفترض انه عندنا صالات سينمائيه. انا يعني قبل ما نحن نعمل فيلم سينما المفروض نرجع نعيد تاهيل بعض السينمات، يعني العالم لتقدر تروح. طب اوكي في سينما موجوده بس مو دائما هي عم تكون الناس بتقدر تروح عليها، ما انا مرتاحه فيها، يعني بدها اعاده تاهيل. عندنا وهذا واقع وعم ينحكى خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الناس عم تحكي. ما انا بالضبط عم احكي بهذا النبض، انه في صالات الحكومه 2 عندي دمشق، عم احكي صالتين الكندي دمار ودمشق، وفي صاله سينما سيتي، هذه هي الصالات الفعاله بهالبلد حاليا. صح. يعني هذا بدي اقول شغله، باوروبا كثير من السوريين هلا بشارع بنلاقي 10 صالات سينما بشارع، وفي نعم. مدينة غير عاصمة. يمكن عم نحكي موضوع كتير صحيح معقل. يمكن عم نحكي وجع، وجعنا نحن، لأنه نحن دائما من السوريين أي مؤسسة أو أي شيء بنعتبره جزء مننا مثل بيتنا، ما بنحب ينقص بيتنا شيء. فبنتمنى نحن أكيد إن شاء الله هيك عبر شاشة الإخبارية السورية عبر هذا المنبر إنه نوصل الصوت. نتشكر وجودك معنا من معرض الكتاب، بنتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يا رب للأفضل. شكرا كتير. شكرا لك استاذ نضال، وفعلا دائما نتمنى التألق للسينما السورية يلي هي فعلا بحالة من التطور المبهج، يعني بيعمل سعادة لنا كسوريين. بنحب نشوف لهجتنا بالسينما كتير، وبنحب بننبسط بممثلينا يلي هن الناس عم تستناهم وعم تستنى تشوفهم بالسينما، لأنه سينما مختلفة كليا عن الدراما، هي وثيقة تاريخية عن المجتمع وعن سوريا. شكرا كتير لك استاذ نضال لوجودك معنا لليوم.